بالكهرباء ما زال مستمرا في أعمدة الإنارة المكشوفة والأسلاك الكهربائية المكشوفة في فقوس في الشرقية. يبدو أن الشرقية عنوانا للمصايب مع بدايات هذا العام بعد انهيار العقار في منيا القمح. شوفوا هذا الطفل، والحوادث دي بنشوفها كثيرا مع السيول ومع الأمطار، لكن كمان مع الأوضاع الطبيعية في ظل فساد المحليات وفي ظل فساد المسؤولين عن الأحياء وإهمالهم وتقصيرهم اللي بيصل إلى حد التسبب في موت الأطفال وموت البشر. اللي حصل، الطفل الشهيد مصطفى أيمن جاي يصلي الجمعة في مسجد اللي انت شايفه ده، مسجد العدوي، أول مسجد اتنشأ في مركز مدينة فاقوس، رقم 6 على مستوى المحافظة. وطلعنا من صلاة الجمعة اتلمس العمود اللي ملاصق حضرتك شايفاه ده، واستشهد امبارح بعد صلاة الجمعة ولخى ربه. أنا بطلب بحاجة واحدة بس، أنا عايز أعرف من أسبوعين حضرتك كان شبكة الكهرباء بتعمل شغل في البلد، تمام؟ اتكلمنا على موضوع العوازل اللي فوق دي متكسرة، وحاطين جاب كيسة من الشارع زي كده ولفها على الصباع وراح مبيت العازل فيها تاني. هل ده ينفع؟ ده الموظف بتاع الشبكة. بطالب خالد سعيد المحافظ اللي جه مكان رضا عبد السلام، كان جه عزة أسرة الشهيد دي وشاف حقوقهم فين. أنا بقول يا خالد يا سعيد، مش هتسيبك تقعد على الكرسي، مش هتسيبك طول ما أنت فاشل. طالع من الجامع أول حاجة كان في أول رقم، فاحنا بنصلي فلقيت حاجه عملتها، فيعني زي صوت، فانا طالع فلقيت رقبته في سيف العمود ومرمي، وكان تقريبا بيدور على شبشبه. صلي عجبني بس بتاعك ضنايا عشان هو طالع من الجامع والعمود اللي سحبه. طلب ربنا ينتقل من كل اللي شغالين في شبكة الكهرباء، حسب الله ونعم الوكيل فيهم من صغيرهم لكبيرهم. بناء على تعليمات معالي الوزير المحافظ، تم اختار إدارة الكهرباء، إدارة كهرباء فاقوس وإدارة كهرباء الخطارة، بعمل صيانة لجميع القرى التابعة للمركز وكذلك المدينة. احنا جاري العمل في كفر عدوي، المفروض الربع الثاني بيخلص عندي في شهر 2، يعني أنا بس جاري بشغال في البلد منذ أكثر من شهرين، والناس أهل البلد عارفة بكده وعلى دراية بكده، لأن شغال في خطة إحلال بغير كل الأسلاك العريانة أو المتهالكة الموجودة في البلد.